أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بمدام سماح من 82 House of Beauty Salon. أهلا سماح. أهلا وسهلا. بداية ترحيب من برنامج رواد الأعمال من ABC، ونتمنى منك بداية تعرفينا عنك وعن بداية الصالون. أهلا وسهلا فيك، معك سماح من 82 House of Beauty. احنا بقالنا من 2023. ممكن تخبرينا على الخدمات اللي بيقدمها الصالون وكيف تميز بتقديم هذه الخدمات؟ عندي خدمات الشعر، صبغات، هايلايت، تسريحات، وعندي كمان في الصبغات انواع الصبغات اللي بشتغل بيها هي ماركات عالميه، تشويرسكوف، لوريال، كمان خدمات الفيشل، المساج والمركمبات. عندي في الحمام المغربي كتير اشياء جديده، زيوت طبيعيه كله جاي من المغرب. بنوته كمان اللي بتعمل مركمبات مغربيه، وعندي كمان في الفيشل احدث الاجهزه وماركات عالميه لتنظيف البشره. بعد النجاح الرائع اللي وصل له الصالون، ما هي الخطة والرؤية المستقبلية؟ إن شاء الله بنحلم إن يكون عندنا فروع كتير بجميع الإمارات، وبنخطط إن يكون في خدمات أكتر للصالون، وكمان بنحاول نعمل تدريبات مستمرة للبنات بحيث إن يكون عندنا كل ما هو جديد. بالنهاية شو الرسالة بتحبوا تقدموها لدولة الإمارات؟ نحب نشكر دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان وعلى إتاحة الفرص للمستثمرين. ممكن بالنهاية تخبري جميع السيدات اللي بتابعوك حالياً كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ نحن متواجدين بإمارة دبي، ميردف هيلز أفينيو. بتقدروا تتابعونا على حساباتنا على السوشيال ميديا وعلى أرقام تليفوناتنا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا سماح، ومنشكر جميع طاقم العمل في الصالون، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. Thank you. تسلم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.